كلام ايه ده بس اللي بتقوليه يا وليه؟ بقى الاستاذ عمرو اديب الراجل السكره ده اللي العيبه ما تطلعش من بقه، جوز الست لميس، بيقصد يضايقنا احنا ويقلب علينا المواجع بفقره الاكل اللي بيعملها في البرنامج بتاعه. طب وهو ليه يعمل كده بس؟ هينوبه ايه لما يمرر علينا عيشتنا؟ يكونش يعني غيران مننا عشان الفرق الطبقي الكبير اللي ما بيننا وما بينه، عشان احنا عايشين مرتاحين البال وهو يا حبة عيني شايل هم البلد كلها بناسها؟ هيغير من ايه بس؟ من قلة المية المجنزرة دي، حتى ما فيهاش مية. ابو احمد جارنا اللي تحت لسه ما فتح لناش المحبس النهاردة، الظاهر كده راحت عليه نومة. انا سامع الواد انيس ابنه بينده عليه وهو ما بيردش، يجي 50 مرة بينده ويقول ابابا ابابا وابابا، ما بيردش عليه. ولا يكونش الواد انيس هو اللي قفل المحبس؟ انيس ابابا، ولا يكونش الاستاذ عمرو هيغير من العشاء الفاخر اللي احنا قاعدين بندفع فيه ده؟ ما اكيد هو كمان بياكل اكل كويس، محدش في البلد دي بينام من غير عشاء. ده الزبال كل اول نهار بيجي يلم الزبالة من الصندوق العمومي اللي تحت ما بيلاقيش فيه اكل. هو صحيح مدام لميس لو عملت حلة قلقاس هيطلع منها حلة ملوخية، ولو عملت صينية بطاطس هتطلع منها صينية قرع بالعسل، لكن ما هو كله أكل في الآخر. حتى لو ما لقيتش وقت تطبخ فيه، ما هي ممكن تميل على أي واحدة صاحبتها أو أي مذيعة تكون بتشتغل معاها في التلفزيون وتستلف منها. مدام بوسي شلبي، الست مفيدة شيحة، أو ماما نجوى تستلف بقى حلة خبيزة، حلة بصارة، مغرفتين شوربة عدس، أو حتى صينية مسقعة. أكيد يعني هتعرف تتصرف. يبقى هيغير مننا على إيه بس؟ ولا يكونش هيغير مننا عشان الفرير اللي انت لابساه من تحت الجلابية الكاستور، ولا من الحتة الصوف الانجليزي اللي انا لابسها تحت البيجامة البافتة اللي ورثتها عن خالي دبش؟ ولا يكونش يا وليه هيغير مننا عشان المدرسة الحكومي اللي الواد شلطة ابننا بيتعلم فيها؟ طب ما هو اكيد ابنه ولا بنته من مدام لميس بيروحوا مدارس برضه. ولا يكونش بيغير من الواد ابننا عشان واخد اعفاء من مصاريف المدارس؟ طب واحنا نعمل ايه بس في حاجة زي دي؟ المدرسة لما لقيت الواد عنده أنيميا وكساح وطالع أحول زي أمه اديته إعفاء من المصاريف، وهو إحنا يعني اللي جبنا له الأنيميا ولا الكساح؟ وبعدين ما هو من وقت المرض اللي صاب الناس اللي اسمه المكرونة ده، العيال كلهم بطلوا يروحوا المدارس. المدارس اليومين دول مفتوحة لحاجات تانية غير التعليم، سوق التلات معلقين فيه يافطة مكتوب عليها تم نقل السوق لمدرسة علي باشا مبارك، ومش سوق التلات لوحده، لا، سوق الاتنين نقلوه مدرسة مصطفى كامل، وسوق الحد نقلوه مدرسة سعد باشا زغلول. أنا دلوقتي لما بحب أشتري دلسة مكاية ولا عضميتين نلحس فيهم بدور عليهم في أقرب مدرسة. ولا يكونش يا ولية بيغير مننا عشان اشتراك الأتوبيس اللي احنا عاملينه وبندفع بيه نص الأجرة بس؟ والله يمكن، أمال بقى لو عرف إن احنا أساسا ما بنركبش الأتوبيس وبنتشعبط فيه من ورا، ده أكيد كان هيلطشنا عين، أو يمكن يلطش الاتوبيس نفسه. ده مش بعيد كان يلطش في كامل بيه نفسه ولا في هيئه النقل. بس ارجع واقول لنفسي، ما هو اكيد الاستاذ عمرو بيركب اتوبيس النقل الجماعي اللي بينقل الموظفين بتوع التلفزيون من ميدان التحرير لمدينه الانتاج اللي في اكتوبر. الاتوبيس مش ممكن يطلع من الموقف من غير الاستاذ عمرو ما يكون فيه، ده كان طال عمره يقفل الموقف خالص، وهو هيلاقي فين زي الاستاذ عمرو افاه بيستحمل ويشيل؟ ولا يكونش يا وليه غيران من الاشتراك السنوي العائلي اللي احنا عاملينه في مركز شباب دسوق؟ والله يمكن، ما هو تلاقيه برضه ما يعرفش ان الاشتراك ده اشتراك مجاني، انتي عشان الحول اللي صاب عينيكي من كافيتك على مكنة الخياطة. قالوا لنفسهم بدل ما هي بتغلط كل يوم وبتدخل النادي على انه فرن العيش، نريح دماغنا ونعمل لها اشتراك مجاني. وانا عملوا لي الاشتراك عشان ادخل ابيع البضاعه بتاعتي جوه. قالوا بدل ما هو كل يوم بينط من على السور من مطرح شكل ويدوخنا وراه، نديله اشتراك مجاني. وبعدين محدش بيبيع البيض والسميد جوه المركز غيري انا، ده غير انهم بياخدوا منهم بيضتين كل يوم. والواد شلطه ابننا عشان الانيميا والكساح. وحتى لو ما كانش الاشتراك مجاني، ده الاشتراك العائلي السنوي في مركز شباب دسوق ب 15 جنيه بس. يعني لو الاستاذ عمرو ومعاه الاستاذه لميس ومعاهم الواد ابنهم ولا حتى البت بنتهم حبوا يعملوا اشتراك في المركز، مش هيغلبوا، دول اتنين بيصرفوا على بيت مش واحد. وحتى لو اتزنقوا في شهر ولا اتنين، بهم ممكن برضه يميلوا على الست اماني الخياط ويستلفوا منها قرشين، ولا من الست لميس جابر حرم يحيى به الفخراني.
ما انت اكيد عارفاها الست السمراء الحلوه دي، انا عارف هو ازاي بيأمن عليها تخرج لوحدها بس، او حتى يستلفه من ماما نجوى، يبقى هيغير مننا على ايه بس؟ لا لا، الاستاذ عمرو الراجل السكره ده مش ممكن يعمل كده ابدا، ده الراجل شعره وقع والفرق اللي ما بين الجنبين بقى اوسع من ميدان عبده باشا ومن ميدان الجلاء نفسه. وده من ايه؟ سحليه عدت على التوته وهو نايم، صحي من النوم فجاه لقى مدام لميس في وشه، قام اتخض. لا ده من كتر ما بيهاتي وبيزعق عشان يدافع عننا ويجيب لنا حقنا، ده الراجل بقه اكل نص خده اليمين من كتر ما بيشخط في الحكومه الرشيده بتاعتنا بالطريقه اللي انت عارفاها، طريقه المعلم كرشه اللي كان شغال عربجه على حنطور قبل ربنا ما يفتحها عليه ويذبح الحمارين ويقلبها محل جزاره. انا اول مره اشوف راجل بقه شبك في ودانه، ده شكله بقى غريب. ماما نجوى لو رجعت تقدم برامج من تاني مش هتجيب بقلوز معاها، هتجيب عمرو اديب. الراجل بيتعب عشاننا، انا لما بشوفه وهو بينسف طبق اللحمه اللي على الترابيزه قدامه زي ما يكون كلب واصحابه مجوعينه من شهرين، قلبي بيتقطع عشانه. لما بشوفه وعظمه الفخده محشوره في زوره ولا عارف يبلعها ولا عارف يشدها من بقه، بحس ان العظمايه دي واقفه في حلقي انا. انا لما بشوفه وهو بياكل بحس قد ايه البلد دي في نعمه كبيره، بس احنا اللي مش حاسين. ربنا يبارك لك يا استاذ عمرو، وتفضل تاكل لحد كده ما تموت زوران يا شيخ. الحنوتي اللي هيغسلك ما يعرفش يطلع العضمايه اللي متحشه في زورك، يدفنوك بالعضمايه. ومدام لميس قبل ما تحصلك ان شاء الله بدري بدري تبقى تطلع عليك وتفرق على روحك طواجن باميه وكوسه نيه وازازتين من المنقوع اللي انت كنت بتحب تشربه، وبدل ما يحطوا على تربتك ورد يحطوا عليها المزه، عشان كل كلب يقرا الفاتحه على روحك ياخد ازازه منقوع وحتتين مزه، حاجه كده تليق بمقامك. روح يا شيخ، ربنا يبارك لك ويديك على قد نيتك. وهو احنا في حد مصبرنا على الغلب اللي احنا فيه ده غيرش هم الكلمتين اللي احنا كل ليله بنسمعهم منك في البرنامج بتاعك التوعوي؟ طب تخيلي كده يا وليه حياتنا من غير الاستاذ عمرو اديب ومن غير الاستاذ احمد موسى، تخيلي كده كان هيبقى شكلها عامل ازاي؟ طب وهو احنا لما بقينا على الحديده وفكرنا نبيعها كنا هنعرف منين ان سعر الحديد غلي غيرش هو اللي قال لنا؟ قال بالحق يا وليه، وديتي تمن الحديده فين؟ انا مش قلت لك اني محتاج مبلغ اكمل بيه قسط الفيلا اللي انا حجزتها لكم في العاصمه الاداريه الجديده جنب فيلا الاستاذ عمرو؟ اروح ازاي دلوقتي؟ كان لازم يعني الفورير وحته الصوف الانجليزي. امرنا لله عشان عليك يا رب.